أما هلا نور وصلنا لمحطتنا التالية ورح نروح مع بعض لعالم الأزياء، وحكينا سابقا عن ملابس نقدر نجدد فيها وأفكار كتير ممكن نستفيد منها ونعمل من كل قطعة ملابس أكثر من فكرة. رح نحكي عن هالأفكار مع مصممة الأزياء مايا حقون. صباح الخير مايا، وأهلا وسهلا فيكي. رمضان كريم، يسعد صباحك. عليكم. بالبداية خلينا نحكي كيف ممكن نشتري قطعة ونستفيد منها من أكثر مرة. يعني نحن يمكن بسبب الظروف اللي عم نعيشها وارتفاع الأسعار، ففينا نعطي بعض الأفكار لمشاهدينا. هلا في قطع اصلا هي مصممه لحتى تعطي كذا غرض، وفي قطع انت فيك تحوليها لحتى تعطيكي كذا لوك. القطعه المصممه لانه تعطيكي اكثر من وظيفه هي بيكون يعني من داخل مفكرين بهي القصه نحن عم نصممها. اما القطع اللي انت فيك تلبسيها باكثر من طريقه هي اصلا هي موجوده عندك بالخزانه. فيني ارجع البسها اكثر من مره بس بطريقه اخرى، او هي انت موجوده عندك بالخزانه عم اقول لك، وفيك تستخدميها اكثر، بس يمكن ما خطرت بباله للواحد انه. نعم، خلينا نشوف مع بعض على المانيكان، يمكن ما بعرف في شيء، خلينا نشوف مع بعض مايا. التنوره هي مثلا اكيد ثلاث ارباع البنات عندهم منها تنوره الشيفون. في هلا هي التنوره انا مصممتها بطريقه انه انا استفيد معلش منها. نوقف على جنب مشان الكاميرا تاخذ هيك. اوكي طيب، هي التنوره بشكلها العادي. هلا اذا انا بدي احولها، طبعا هذا ديكولتي ما له علاقه بالتنوره، بس عم نحكي عن التنوره. ارفعها. هلا نحن عم نحكي عن خيارات تحويل قطعه ثياب لكذا خيار يلبق معنا ل يمكن كل الوقت. فيكي تعتبري انه هذا موديل صار مثل فستان وجاي كتف واحد، فينا نرفعها هي. يعني بنفس الوقت فينا نستفيد منها تنوره وكنزه. بالضبط، وصارت شغله يعني كيوت، حتى انه فيك تلبسيها هيك بشكل لطيف انه حفله طلعوا. نعم تمام. مايا يمكن حتى بنشوف كثير بينزلوا مقاطع فيديو على الفيسبوك او على الانستغرام او على اليوتيوب، مواقع التواصل الاجتماعي كمان، من الشالات كمان بتقدروا بنقدر نعمل نفس الطريقه. هي الفكره. هلا بالنسبه لتصميم هدول الملابس اللي بيصيروا اكثر من موديل، بنعمل قطعه ثابته والباقي شيء متحرك مثل ما انك شايفه، ودائما بنستخدم القمايش الطريه اللي خرج انه انت تتحركي فيها كثير. عندك هون هلا هي نفسها هي التنورة، ارفعيها تصير فستان ديكولتي. نستخدم منها مثلا، نجيب هذا السنتور نربطه من ورا. نفس القطعة حولناها لفستان فينا نقول. تمام، تربطي من هون، تشكلي بأي دبوس أو عندك أي اكسسوار، بصير عندك فستان مع رقبة. هلا هو هذا ذاته السنتور. فيك تحطيه معها صار فستان ناعم بس بطريقة أخرى. نعمل له هيك شوي. طيب هي المانيكان طبعا هي عمر صغير، فبقى ما إلى شكل معين، تضاريس معينه ما عم تأدي، المهمه تبين لك قديش بيطلع الفستان، وهي الطريقه كثير بتطلع حلوه عليها. لا اختلف. نعم مايا، يعني نصائح كثيره. تفضلي، نحن نصائح كثيره يمكن في الواحد يقدمها وفي الواحد يستفيد منها، يمكن من شيء بسيط. هلا شايفين معك يمكن قطعه قماش بسيطه، شو ممكن نساوي منه؟ هي نفس الفكرة، نعملها سنتور أو مثل ما حكينا من هون فولار للرقبة أو بنربطها وفيك ترفعي. نعم نعم،
اكيد مايا، افكار جديده. يمكن البنات دائما بيخترعوا شيء جديد لحتى يضلوا مواكبين الموضه، ولحتى دائما يكونوا بتفاصيل الموضه. يمكن هلا مقبلين على اعياد، شو هو الشيء او الالوان يلي اللي لازم نكون عندنا هلا؟ اول شيء النيلي، ثم النيلي، ثم النيلي، كثير موضه. عندنا البيج روز، القطع اللي لازم تكون عنا البليزر الاسود اللي هو الجاكيت الاسود. في عندك الاساسيات بالخزانه بنحكي عنهم بعدين. نعم. طيب بدنا نشكرك مايا لحضورك معنا، واكيد بكل اطلاله لك في افكار جديده. بنتمنى لكل الصبايا انه يكونوا استفادوا من هي النصائح. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. شكرا.